بسم الله الرحمن الرحيم. لواء بحري أركان حرب مجدي محمد عبد الهادي ناصف. في مايو سنة 70 كنت قائد السرب السابع في قاعدة بورسعيد من لانشات الصواريخ، وفي الوقت نفسه قائد لانش 530. في أوائل مايو الحقيقة تقابل معنا قائد القوات البحرية في هذا الوقت اللواء محمود فهمي، واجتمع بينا وادانا توجيهاته، وكانت أول مرة من نوعها ان هو يفوض قادة الوحدات الصغيرة بالتصرف المنفرد في حالة مقابلة العدو في البحر. وكان توجيهاته انه هو وصل به الكلام انه اغلطوا وانا المسؤول، واي غلط انا المسؤول عنه وانتم الابطال. ففعلا كنت مكلف بالمرور ليلة 13-14 مايو. وفي هذه الفترة اثناء المرور فوجئت امامي بهدف كبير ظهر على شاشة الرادار. قررت فورا طبقا للتكليف السابق من قائد القوات البحريه بتدمير الهدف، وفعلا اطلقت عليه الصواريخ واصابته 4 صواريخ اصابه مباشره، كل صاروخ حوالي نصف طن تي ان تي. بعد 19 دقيقه اختفت السفينه من على سطح البحر. في هذا الوقت كسرت الصمت اللاسلكي وابلغت قاعده بورسعيد، وعدت باقصى سرعه الى الميناء. وخلال فتره العوده الحقيقه العدو الجوي هو اللي ظهر في هذا الوقت، وارتدت الفليرز تلقى في طول خط سير العودة من موقع السفينة الغارقة إلى نجمة بورسعيد وهي العلامة الملاحية، فاتخذت سير خط سير موازي للساحل بالقرب منه حتى أتفادى هذا. وفعلا الحمد لله نجحت في تفاديه، فدخلت إلى القاعدة وربنا كلل المهمة بالنجاح.